السحر والجمال، معانا النجم محمد نجاتي النهارده، متواجدين في مدينه شرم الشيخ. عايز اتكلم في البدايه عن حضورك لحفل افتتاح مهرجان الطهاه العربي الافريقي، عايز اتكلم عن دور المهرجانات في دعم السياحه المصريه. المهرجانات اللي من النوع دوت بتتعمل علشان دعم السياحه المصريه زي ما حضرتك قلت، وده واجب وطني علينا ان احنا نكون موجودين في المهرجانات دي عشان نقف جنب بلدنا الجميله. وانا بشكر كل القائمين على المهرجان، مهرجان محترم واحتفاليه محترمه جدا، وبشكر التكريم اللي اداره المهرجان بتكرمنا. والله هم اللي يستاهلوا التكريم، مش احنا اللي نستاهل التكريم، هم اللي يستاهلوا التكريم، لان هم فكروا ان هم يعملوا مهرجانات تدعم السياحه بالمنظر ده بالشكل ده. فالحقيقه ان هم اللي يستاهلوا التكريم مش احنا. لكل بلد موروث الثقافي من الاكل والشرب والسياحه والتقاليد. عايز اتكلم عن محمد نجاتي، بيحب ايه من كل بلد راح زارها؟ بيحب ايه اكلات؟ ما بيحب ايه معالم يعني يعني عايز اقول لك مثلا في المغرب الحريره، انا بحب الحريره جدا، كلها فيتامينز وفيجيتيريان وكده. عندك تونس الكسكس التونسي بعشقه طبعا، وعندك ليبيا انا بحب الهريسه الليبيه بالذات، الهريسه الليبيه عشان بحب الشطه. عندك مصر بحب فيها الملوخيه وبحب المسقعه. عندك السعوديه بحب فيها المضغوط. عندك لبنان بحب فيها الملوخيه اللي بورقها. عندك سوريا بحب فيها فتة المكدوس. بص انت كده اكلاوي. بحب كل بلد اروحها بحب اسال عن الاكله اللي بتتميز بيها البلد واكلها. بتحب بقى تطبخ ولا لا؟ والله بحاول اتعلم اليومين دول موضوع الطبخ ده. مش هطول عليك، عايز اتكلم، بتصور دلوقتي مسلسل مع النجم محمد رجب واخ الكبير. ان شاء الله، وان شاء الله ده مسلسل محترم، ومحمد رجب نجم محترم ونجم محبوب للناس كلها، وان شاء الله المسلسل ده يعجب الجمهور باذن الله ويكون حدث في رمضان الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. توقعاتك للمنافسه في رمضان اللي جاي تكون عامله ازاي ان شاء الله؟ والله ان شاء الله تكون اقوى من السنه اللي فاتت، والاعمال تعجب الجمهور، لان احنا في النهايه بنبذل مجهود عشان في النهايه الجمهور يثني على اعمالنا. وان شاء الله السنه الجايه تكون فيها اعمال اكثر منافسه من السنه اللي فاتت.